بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. بشكر الكوميتي الجميلة اللي بنستنى كل سنة عشان نحضر معاهم ونشوف كل حبايبنا البورسعيدية الجدعان اللي أنا خلاص أنا قلت أنا بنتمي ليهم. بقيت الجنسية الثانية القاهرية، أنا خلاص بورسعيدية. ماشي. يا رب تكونوا شربتوا حاجة كده وفقتوا في البريك، عشان عارفة انتوا واخدين وجبة دسمة النهاردة، وان شاء الله مش هطول عليكم. احنا هنتكلم عن نيوتريشن في الالرجيك ريسبيراتوري ديزيز، لان اسد زيتي وزميلتي الاستاذة دكتورة ايناس اتكلموا عن نيوتريشن عموما واهميتها والكاو ميلك بروتين الرجي، وازاي نعمل بروفيلاكسز او بريفنشن من بدري بان احنا نستخدم الفورمولاز معينه. لكن احنا هنتكلم عن ايه الاغذيه اللي موجوده عندنا عادي في اللي بناكلها، الاطفال بياكلوها عادي، نقرب او نزود ايه ونقلل ايه. Disease are combination of inappropriate diet and lifestyle on a background of genetic susceptibility. ايه هي النيوتريشن؟ في شويه كده بيزكس هنقولها نفكر بعض بيها كده. في الاول النيوتريشن هي البروسيس اللي انا باخد بيها الاكل علشان يبقى فيه جراس، يبقى فيه ميتابوليزم، يبقى فيه تيشو ريبير. نيوتريشن از ريفلكشن اوف كلتشر of available choices حسب البيئة بتاعتي ايه وايه المتاح عندي، الانكم بتاعي بيسمح لي بايه، والويل بينج. طب ايه هو الاميون سيستم؟ طبعا استاذ دكتور عادل كلمنا بما فيه الكفاية، فانا هتكلم على ده عابرا. هو الانتجريتد بادي سيستم اوف اورجنز تيشوز سيلز اند سيل برودكتس، زي مثلا الانتي بوديز اللي وكل شغلتها انها تفرق بين السلف والنون سلف عشان تهاجم مين وتسيب مين في حاله. الاميون سيستم بتاعنا عباره عن ليمفوسايتس تي وبي. على فكره تي عشان هي جايه من السايمس فهي واخده حرف التي، وبي عشان هي جايه من البون مارو. التي سيلز دي شغلتها دي العساكر انفيد على طول، بتهاجم الموليكيولز دايركتلي. البي سيلز ريسبوند للانفيدنج موليكيولز او توكسينز دي وتبتدي تشيلها من السكه. الفاجوسيتك سيلز بتنظف مكان الحرب اللي حصلت دي، ريموف الدبرس اللي حصلت بالسيلز والتيشو ات سايت اوف انفكشن. بيطلع عندنا حاجتين مهمين قوي في اي انفلاميشن او انفكشن، السوليبل فاكتورز اللي هي مولكيولز ريكوجنايز فورين انفيدر او توكسن وتراي تو هيل ذا اريا اوف دامج، والسايتوكاينز زي ما كلنا عارفين دي عباره عن البروتينز اللي بتبروموت الانفلاماتوري ريسبونس. الكلام ده بنقوله ليه؟ علشان لما نيجي نتكلم على سبيشال نيوتريشن أو أغذية معينة بناخدها بنقول أصل ده بيزود كذا، أصل ده بينشط كذا، فنبقى عارفين هو كذا ده شغلته إيه وإحنا محتاجينه في إيه. السيلز أوف إميون سيستم ماشية فين؟ ماشية في البلاد وماشية في وموجودة في الليمف نودز. وعشان كده لما دكتور عادل قال ازاي الميكروبيوم اللي موجود في الجي اي تي بيوصل ويروح عند البريست، ينزل مع البريست ميلك لانه سيركيوليتنج في الجسم، مش واقف مكانه خلاص في الانتستين، لا هو بيتحرك مع البلاد ستريم. The most important structures او بنسميهم barriers موجودين في جسمنا، واحد بره واحد جوه. بره هو السكين، وده بالرغم من انه مهم قوي بس هو مش الاكثر اهميه من
GIT, الجاستروانتستينال تراكت هو actually the largest barrier between us and the outside world. الجاستروانتستينال تراكت اعتبره الانترنال سكين بس اكبر من السكين 150 مرة. بيمثل 60% من الاميون سيستم بتاعنا. الجاستروانتستينال تراكت comes into contact with the largest amount and number of different molecules or organisms than any organ in our body. Average person ingests more than 25 طن على مدار حياته. الحقيقة لما قريتها قلت لا ده كلام ده مش حقيقي. وبعدين دورت لقيت ان في literatures كاتبه 35 طن. انا يعني عايزه اقول قعدت احاول اتصورها طلع ان ال 25 دي هي اقل حاجه ان احنا على مدار حياتنا بناخد 25 طن بيخش الجهاز الهضمي ده والسيلز بتاعتنا بتتعرض له. عشان كده الجسرو انتستاينال ميوكوزا اللاير دي يونيك لانها حاجه بتقدر تعمل فلتريشن ما بين الحاجه المفيده ليا والحاجه اللي انا عايزه تو جيت ريد اوف. يعني كون يبقى عندها الكابابيلتي اوف كيبينج اوت الدامجينج مولكيولز اند اورجانيزم زي بكتيريا وفيروس وتحتفظ بالهيلث بروموتينج نيوتريانس دي حاجه يعني سبحان الله فعلا. The food you eat can provide support for this barrier or cause damage. عشان كده اللي بنحطه في بقنا ده هو ممكن يساعدها انها تقوم بمهمتها صح او ممكن يبوظ الدنيا خالص. الجاستروانتستينال تراكت طوله 400 متر سكوير متر يعني قرب نص كيلو تقريبا. الليمفويد تيشو of the gastrointestinal tract constitute the largest immune compartment of the body. T cells of small intestinal epithelium بتمثل أكتر من 60% من total body lymphocytes موجودة في ال GIT. طبعا الديتيلز هنا دي الحقيقة دكتور عادل يعني أستاذنا اتكلم فيها بما فيه الكفاية. طيب Maintaining a healthy gastrointestinal barrier مهم جدا علشان احافظ على الاميونيتي بتاعتي وبالتالي protect myself from disease. الميكروبيوم والميكروبيوتا هو ايه الفرق بينهم؟ الميكروبيوم هي ال collection of all the microorganisms اللي موجوده سواء بكتيريا، فيروس، فانجاي، whatever هي ايه and their genes living in association with the human body. الهيومن مايكروبيوتا دي هايلي فانكشنال كوميونيتيز اوف مايكروبس انهبيتنج او انهابيتنج ساكنه معانا في الهيومن بادي. In other words, microbiota is the actual bugs and microbiome is the bugs and their genes. الصوره دي بتوضح ان كل حته عندنا ليها مايكروبيوم. يعني الماوس والفارنكس والريسبيراتوري سيستم ليهم their own مايكروبيوم. الجي اي تي ليها. الجي اي تي حتى بيتقسم ستومك وإليس وإليم وكولون وديودينال. السكين له. اليوروجينيتال تراكت له مايكروبيوم. كل جزء في جسمنا له الـ own مايكروبيوم. Are we only human? لا. الجات مايكروبيوما contain more than 1000 نوع واحنا جوانا 10 باور 14 يعني انا ما اعرفش تتقال كرقم ازاي 10 وقدامها 14 صفر بس احنا بنحمل صفات وراثيه للميكروبيوتا دي اضعاف 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 صفاتنا احنا الوراثيه. The human microbiota is made up of trillions of cells, including bacteria, virus, and funguses, and they outnumber our own cells tenfold. It is unique to each individual. كل واحد فينا له الميكروبيوتا بتاعته.
The biggest population of microbe reside in our gut, اللي هي الجت microbiota. يمكن أقل حاجة في الاستومك وأعلى حاجة اللي هي 10 power 12 في الكولون. هو احنا الجت مايكروبيوم شبه بعض؟ لا، كل واحد له different مايكروبيوم. هي بتعمل حاجة؟ بتعمل حاجة كويسة ولا حاجة وحشة أصلا؟ gut microbiome involved in absorption of nutrients, senses of vitamins, metabolism of xenobiotics, well immune modulation. ليه الهيومن مايكروبيوتا مهمة؟ لأن لقوا إنها implicated، داخلة كده في كل حاجة ليها علاقة بالهيلث والديزيز. ولقوا لها علاقة مع كل الديزيز اللي موجودة، مع الأزمة، مع الألرجيك رانايتس، مع الأوتيزم، مع الكانسر، مع السيلياك ديزيز، مع الكولايتس، مع الأوبيستي، مع الهارت ديزيز، كل حاجة. أساتذتي اتكلموا في السلايد دي بالتحديد وتحديدها برينيتال ونيتال وبوست نيتال باستفاضة، فأنا مش هتكلم فيها. عايزة أقول بس إن التودلر، الطفل من سنة لثلاث سنين خلاص هو بقى زي الأدلت، لأنه بياكل أكلنا ومتعرض للإنفيرومنت بتاعتنا، وما عادش فيه بريست فيدنج في أغلب الحالات يعني، فبقى عنده الأدلت مايكروبيوتا. الميكروبيوم كومبوزيشن حسب المكان، يعني هو موجود نيزل ريسبيراتوري ولا اوروفارينكس ولا سكين ولا جي اي تي، بيحدد ويتش بيرسنت بدون دخول في تفاصيل اسمائهم. لكن احنا عندنا انواع كتير اللي مفروض انها مفيدة قوي بالنسبة لنا، البكتيرويدز والفيرميكيوتس، واللي بنخاف منها او وحشة او مش عايزينها تبقى كتير، الستافيلوكوكس والستريبتوكوكس والاكتينوبكتيريا. اللنج مايكروبيوم، هو في اللنج مايكروبيوم ولا هي استيرلايزد؟ لا في. طيب موجودة فين؟ بتعمل ايه؟ وايه علاقتها بالديزيز؟ اللنج مايكروبيوم المصدر بتاعها جايه من كل حته، جايه من نوز، من اوروفارنكس، حتى الاوروفارنكس من كل حته، من سنان ومن فارنكس ومن ماوس ومن تانج وجي اي تي والسكين واليوروجينيتال، كل حته بتوصل لانه يبقى فيه لنج مايكروبيوم. في بالانس مفروض يبقى حاصل عشان اللنج دي تبقى هيلثي، يبقى فيها نسب معينه من الانواع اللي قلنا عليها، حتى الضاره موجوده، بس مين المسيطر اكتر؟ البينيفيشيال. لما النسبه دي تختل، يعني الاقي مثلا في الازماتيك لانج البروبورشن بتاعت الستريبتوكوكس والبروتيوبكتيريا زادت عن حدودها العاديه، يبقى انا كده بقيت ماشيه في سكه ان انا ابقى ازماتيك. طب في السي او بي دي نفس الشيء، في السيستيك فايبروزس برضو انواع معينه زي الاكتينوبكتيريا تزيد اكتر من الانواع البينيفيشيال. فهي عشان كده بنقول ايه؟ ديسبايوزس، يعني مجرد ما ابتدت النسب تختل ابتدت ادخل في الديزيز. السلايد دي برضو بتقول نفس الكلام بس بشكل مختلف، يعني بتقول انه الدايفرستي لما يكون في هاي دايفرستي كله موجود بس زي بعضه، لما تختل ويبتدي في نوع مؤذي يزيد هبتدي ادخل في المانيفستيشن اوف ديزيز. هنا بيوضح انهي انواع بتزيد في الانفيزيما وانهي انواع بتزيد في الكرونيك برونكايتس، وبيقول لي يعني مثلا في الكرونيك برونكايتس بيقول ان الانفلاميشن اللي حاصل نتيجه الانفكشن زودت البي اتش،
وبالتالي لما البي اتش زادت ابتدت تاثر على سوري قللت البي اتش ولما البي اتش قلت ابتدت تاثر على نسبه وجود اللاكتوباسيلس فابتدى يحصل مور انفلاميشن ويبقى ديزيزد اكتر. في السيستيك فايبروزيس برضو ليها باثولوجي معين. الأزمة مايكروبيوم برضو هنا عملوا برونكيو ألفورال لافاج في الشيلدرن اللي عندهم ديفكالت أزمة وقارنوا بينهم وبين الكنترول. مفروض إن أنا عندي الأخضر دول لما زادوا الأوتر رينج هم الأزماتيك هم الديزيزد. لما زادوا لقوا إيه؟ لقوا البروتيوبكتيريا خصوصا الهيموفيلس سبيشيز زادت وبالتالي بقى المجموعة دي هم أزماتك. عرفوا كده من البرونكيو ألفولار لافاج. All disease begin in the gut. المعدة بيت الداء. وده طبعا مقولة حتى طبيب العرب يعني ما كناش محتاجين ريسيرشز عشان نعرف. What is the role of gut in disease prevention? هو احنا ليه اخترنا النهاردة نتكلم عن الأزمة والألرجيك رانيتس؟ عشان دول الموست كومن كرونيك ديزيز بنشوفها. عشان دي من اكتر الحاجات يعني سواء انا بتكلم على الالرجيك رانيتس والازمه استاذنا دكتور عادل هيتكلم على الاتوبيك درماتيتس دول من اكتر الحاجات اللي بتاثر على الكواليتي اوف لايف بالنسبه للطفل والكير جيفر بتاعه فعمليه مزعجه جدا ولما نشوف هنا هنلاقي الله انا ممكن قوي اعمل كنترول الى حد كبير بسهوله الكلام ده اتقال قبل كده انه الانفايرمنت والمود اوف بيرث و و بيعمل شيبنج للجات مايكروبيوم وبيعمل شيبنج للايرواي مايكروبيوم وبالتالي بيأثر على الاميون سيستم وابتدي بقى ادخل في الالرجيك ديزيز. دايت افكت اسما باي تشينجينج الجات مايكروبيوم. جم عملوا ستادي في الفيران وادوها هاي فايبر دايت لقوا ان دول كانوا بروتكتد اجينست الالرجيك لانج انفلاميشن وجات مايكروبيوتا تشينج وزاد عندهم السيركيليتنج شورت شين فاتي اسيدز هنشوف بعد كده هو الشورت شين فاتي اسيدز دي شغلتها ايه عملت لهم بروتكشن ازاي بمجرد ان انا اديتهم هاي فايبر دايت اللي هو ايه يا جماعه اللي هو الفايبر دايت ده اللي هو الخضار اللي هو الخضار والفاكهه الفريش اللي المفروض ان احنا ناكلهم. الشورت شين فاتي اسيدز بتروح تشتغل تدخل السيركيليشن وتروح تشتغل على البون مارو وعلى اللنج وتقلل الاكتيفيتي بتاعت التي هيلبر 2. وتقلل الالرجيك اير واي انفلاميشن عشان كده كان دورها مهم قوي في التجربه اللي اتعملت. الميديترينيان دايت هو ده اللي بنقول نرجع له اللي هو زي ما اهالينا كانوا بياكلوا اللي فيه الانتي اوكسيدنت نيوتريان اللي فيه الفروتس والفيجيتابلز. ماتيرنال انتيك ديورينج بريجننسي ودي طبعا استاذه دكتوره ايناس اتكلمتي فيها المره دي. الماتيرن عجبتني البيبر دي قوي بيتكلم على الماتيرنال دايت بيفور اند ديورينج بريجننسي والريسك اوف ازما اند الرجيك ديزيز ان تشيلدرن. هو هنا كاتب ديتيلز جميله جدا بيقول ايه؟ بيقول انهم عملوا الاستادي دي سنه قبل البريجننسي وبعدين during the pregnancy وشافوا العيال دول وهم عندهم 3 سنين السسبتابيليتي بتاعتهم للالرجيك ديزيز فلقوا ان لما باخد رو فيجيتابلز وفروتس قبل الحمل بسنه ولما باخد الرو فيجيتابلز اند فروتس during pregnancy ده بيقلل من احتمالات ان انا يبقى الطفل ده عند 3 سنين عنده أزمة أو allergic rhinitis بينما لو خدت cooked vegetables سنة قبل الحمل هيقلل الاحتمالات قوي بس لو خدت cooked vegetables كتير واهتميت بده وأنا pregnant ملوش significance effect قوي يعني
معنى كده انه التغذيه قبل الحمل مهمه جدا، مش موضوع ان الواحده بس فائت كده ان هي بريجننت فتاخد بالها. يعني معنى كده ان احنا اهتمامنا بتغذيه بناتنا مهمه جدا، لان هي دي فعلا ام المستقبل وجيل المستقبل كله. سامع يا ياسمين؟ اوكي، بس احنا خلاص فات الاوان. بالعكس بقى، عكس الفيجيتابلز والفروتس، الميت لما بياخدوا ميت اكل لحمه كتير لقوا ان هم ده بيزود السسبتابيليتي للالرجي، اللي هو برضو هنقول نرجع لاكل اهالينا. ما كانش حد بياكل زي دلوقتي، خصوصا طبعا اللحمه لو هي بروسيسد بقى فود او بروسيسد ميت. يعني البروتكتيف فاكتورز اللي موجوده في الاكل، فيتامين اي وسي واي، البيتا كاروتين، عشان كده دايما نقول لونوا، اكلوا حاجات ملونه كتير قوي، فوليك اسيد، لايكوبين، صوديوم، ماجنيزيوم، اوميجا 3، فيش اويل، والسيلينيوم. الفروتس والفيجيتابلز فيهم انتي اوكسيدنتس زي فيتامين سي واي وفلافينويدز، زي ودول برضو موجودين في الفيجيتابل اويلز وفي الكوكو والجرين تي. عشان كده انا سمعت برضو من استاذتنا دكتوره سناء في محاضره مره موضوع معلقه زيت الزيتون، معلقه الفيجيتابل اويل قد ايه مهمه قوي، ولازم ننبه ليها الاهل. واحنا عندنا حاجه تانية ورخيص قوي، انا متهيألي انه ارخص من زيت الزيتون يا دكتوره سناء، اللي هو بذر الكتان اغلى. امال ليه كان واحد فول بالزيت الحار؟ ها ها، انما دلوقتي بقى اغلى. الالفا توكوفيرول از ا فورم اوف فيتامين اي، وده برضو موجود في الفيجيتابل اويلز، موجود في النتس، موجود في الهول جرينز، وفي الجرين ليفي فيجيتابلز. والجرين ليفي فيجيتابلز دول يا ما اكترهم عندنا في مصر، بس اللي ياخد بقى اللي ياكل. المين انتجريتي اوف ممبرين فاتي اسيدز دي بتأثر على ايه؟ الحقيقة المفروض انها بتشتغل على الممبرين فاتي اسيدز بانها تقلل الليبيد بيروكسيديشن والفورميشن اوف انفلاماتوري ليوكوتراينز. طبعا واحنا بنقول كلمة ليوكوتراينز كده اكيد ضربت في دماغكم الانتي ليوكوتراينز اللي احنا بناخدهم كدواء في الازمة. طب ما انا عندي حاجات اهي طبيعية ممكن اعتمد عليها. الكاروتينويدز دي بلانت بيجمنتس، الفا وبيتا كاروتين، لايكوبين، ليوتين، ودول فات سوليبل انتي اوكسيدنتس، وطبعا مهمين جدا للريسبيراتوري هيلث لان هم بيقللوا الاوكسيديتيف ستريس. اللايكوبين ده اللي موجود في الطماطم، وده عملوا ستادي على ده بالذات، لقوا انه بيزود الفورسد اكسبيراتوري فوليوم، ده بارامتر من البارامترز بتاعه البالمونري فانكشن في حالات الاسما وال كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز. و لقوا انه ممكن ندي اللايكوبين ده كسبلمنتيشن عشان نقلل الاير واي انفلاميشن. الشوفان غني جدا بفيتامين بي، الثوم والزنجبيل مليانين انتي اوكسيدنتس، الجرينز والحبوب والناتس والبينز والكوكو سورس اوف ماجنيزيوم، وماجنيزيوم طبعا ده بيشتغل على السموث ماسل، ده برونكو دايليتور، بدليل ان احنا بنديه في الحالات الازمه اكزاسربيشن كانهاليشن وساعات كاي في. الهول جرينز والناتس والبينز والسيدز والرو فيجيتابلز دول السورسز اوف فايبرز اللي المفروض انا محتاجاها عشان تديني شورت شين فاتي اسيدز. البروكلي والسبانخ والكل ار سورسز اوف فيتامين اي واي. ومش لازم بقى بصراحه، يعني احنا برضو نتخير دايما واحنا بنكلم البيشنت اقول له كل ايه، يعني ما اجيش لحد كده مش فاهم حاجه وعلى قد حلو اقول له ايه، لا هات له بروكلي. طب ما خلاص ما عندنا السبانخ زيه، هقول له خد سبانخ عشان ما نصعبش عليهم الامور. ده تيبل الحقيقه موري شغل كل حاجه في دول. في النهايه برضو من غير ما نقول
أصله بيشتغل على الجلوتاثيون بيركسوديز، أصله أول ما هنطلع من باب القاعة دي هنكون نسينا. لكن يكفي إن إحنا نطلع فاهمين إنه إحنا محتاجين مغنيسيوم، محتاجين سيلينيوم، محتاجين فلافينويدز، محتاجين أنتي أوكسيدنتس، ودي موجودة في كذا وكذا وكذا. ما يهمناش اشتغلت إزاي. اللي بس يهمني قوي الحقيقة عشان نفضل فاكرينه الشورت شين فاتي أسيدز قد إيه مهمة. فيتامين بي 6، الأزماتيك بيشنت بيبقى عندهم دايما، لقوا عندهم لو ليفل اوف بايريدوكسين فوسفيت ليفلز لما قارنوهم بالنورمال. عشان كده قالوا ده احنا لو ادينا بايريدوكسين ممكن نقلل برودكشن اوف انفلاماتوري ايكوسانويدز. المغنيسيوم ده ماسل ريلاكسنت مهم جدا للبرانكيال ماسلز، بس نخلي بالنا ان تو ماتش مغنيسيوم ممكن يعمل دارية وممكن يعمل ريسبيراتوري ديبرشن. فيتامين دي زي ما له علاقه بكل الديزيزز، لقوا برضو ان هو بيزود البرونكيول هايبر اكتيفيتي، ولكن لو خدت فيتامين دي سوري الفيتامين دي ديفيشنسي هو اللي بيزود الهايبر اكتيفيتي، بدليل ان انا لو خدت فيتامين دي بيبلوك الفورميشن اوف فيريس انفلاماتوري ميدياتورز، وبيزود الليفل اوف انترلوكين 10 وده له انتي انفلاماتوري افكت، وبريفنت الريمودلينج اوف اير وايز. الدايتس ريتش ان اوميجا 3 له انتي انفلاماتوري افكت وده مهم، وكل الناس ابتدت واخده بالها منه، بس لازم ناخد بالنا من حاجه مهمه قوي، ان في ريشيو بين الاوميجا 3 واوميجا 6. يعني لما بنروح نشتري السبلمنتيشن دي عباره عن اوميجا 3 6 9 ونبقى فرحانين قوي ده احنا جبنا 3 اوميجا مع بعض، لا، هو انا لازم احافظ على انه الاوميجا 3 ليفل اعلى من الاوميجا 6 في السبلمنتيشن بتاعي اللي باخده علشان يشتغل كويس. والاوميجا 3 موجود في السلمون، في الفلاكس سيد اويل اللي هو زيت بذر الكتان، في الوالنتس، وفي التونه والليفي جرين فيجيتابلز. وطبعا الاوميجا 6 موجود في الميتس والريفايند فودز، عشان كده مش مفروض نكتر منها. الاسنشال فاتي اسيد زي ما قلنا مهمه جدا عشان تحافظ على الهيلثي ممبرينز. الفايبرز موجوده في الفريش فروتس وفيجيتابلز، ودي بتخلينا بتعمل فيرمنتيشن للفريندلي بكتيريا وتحولها لشورت شين فاتي اسيدز. الزنك موجود في السبانخ، الاسبرجس، المشروم، السيسم سيدز، السمسم، البابكن ده متهيألي اللي هو اللب السوري، قرع العسل، قرع العسل، لا السيدز بقى، هو قرع العسل له اوكي، قرع العسل السيدز بتاعته اللب الابيض، امال بس ما بيتباعش في العادي في الكلب. ايوه انا شفته افتكرته اللب الابيض متقشر، ايوه انا افتكرته لب ابيض متقشر. طيب والبينز والعدس، العدس بتاعنا ماله، حلو جميل، والناتس والكينوا، الكينوا يا جماعه، الكينوا الموضه بتاعت كل بتوع التغذيه دلوقتي. على فكره كنت بجيبه من امتنان، ما كنتش اعرف بقى انه موجود يعني في حتت كتير باضعاف اضعاف سعره غير ما هو موجود عند الناس السوريين مثلا اللي بيبيعوه. نصيحة اهي، هاتوه من عند العطارين السوريين. ما معلش بقى، ما انا قلت بقى موضة كده نجيبه. الهيربس، التو سلايدز دول انا الحقيقة خدت فيهم وقت كبير قوي. ليه بقى؟ لأنهم لفتوا نظري جدا انهم احنا دايما عندنا حاجات بنتكلم انها اعشاب اهالينا كده بيقولوا عليها، الحقيقة فوجئت انهم عاملين لها ستاديز بتعمل ايه وبتزود ايه، وحاجة ستاديز على اعلى مستوى. دول مين؟ دول اللي هم بتوع الترديشنال تشاينيز ميديسن.
يعني مثلا الاي في خلاص احنا عارفين موجود في كل ادويه الكحه دلوقتي اللي هو ورق اللبلاب. لقوا ان هو بيقلل بيزود التي اتش 1 وبيقلل التي اتش 2. اوكي؟ طيب الجوجوبا مفروض انه بيشتغل على الالرجي والازمة وده اكت اس بيتا ادرينرجيك ريسبتور بيزود السايكليك اي ام بي وبيزود السيلياري اكشن في البرونكيول عشان بيزود النيتريك اسيد اوكسايد. ما كنتش اعرف ان الجوجوبا انا معلوماتي انهم بيعملوا كل الاستاديز حاجات تجميل الجوجوبا. طلع ان هو في التراديشنال تشاينيز ميديسن عملوا له الاستاديز على الالرجي. التايلوفورا ازماتيكا دي متسميه ازماتيكا has been used في الايروفيديك ميديسن. الايروفيديك ده حاجه وجميل جدا بقى بيجمع بين الايروفيديك ده او الايروفيدا ده بيجمع بين الطاقه انه يتكلم على الطاقه بتاعه الجسم و و و والهيربس الحاجات الطبيعيه اللي بتتاخد. وبرضه ده لقوا ان هو بيستيميوليت الريليز اوف ابينفرين من الادرينال كورتكس. يعني عاملين ستاديز محترمه. الليكوريس اللي هو العرقسوس بتاعنا ده موجود مش هندور عليه. لقوا انه بيقلل انفلاميشن والالرجي وبيشتغل كاكسبكتورنت. طيب البوزويليا ده طلع مين؟ طلع اللبان الذكر. اللبان الذكر purified extract من البوزويليك اسيد ده لقوه بيقلل التيومر نيكروز فاكتور الفا وبيقلل انترلوكين 1 و 2 و 4 و 6 وشويه برو انفلاماتوري سايتوكاينز كتير. يعني فوجئت الحقيقه بالاستاديز اللي معموله بدقه دي على حاجات افيلابل بالنسبه لنا. واحنا يعني حتى لما تيجي واحده وتقول انا بدي كذا وبعمل كذا بنبص لها طب ماشي يعني ما عنديش مانع. لا ده دواء ده علم. What can I do او اعمل ايه عشان اسبورت ومنتين هيلثي اميون سيستم؟ احافظ على الدايجستيف سيستم بتاعي لان هو ده بالدايجستيف انزيمز هيقدر يدستروي ويتحكم في اي بكتيريا او فيروس موجود. اخد adequate بروتين وهيلثي فات. Provide balanced immune and inflammatory function بان انا احافظ على الريشيو بتاع الاوميجا 3 والاوميجا 6. اخد مايكرو نيوتريانس وفايتو نيوتريانس عشان احافظ على الاميون سيستم. ابعد عن الفاست فود. ابعد عن الستريس 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 اللي احنا مش احنا بس عايشين فيه، احنا كمان معيشين ولادنا فيه. انا بيجي لي يا جماعه عيال من الاسترس في المدرسة والامتحانات، لا كمان بقى فيه استرس بتاع التمرين والبطولات والستار. وعايزة اقولك ان دكتورة سناء كل مثلا اسبوعين ثلاثة البنت جاية مقفولة وحالتها وما فيش حاجة خالص غير انها تقول هي اصله كان عندها ده بعد يومين عندنا يا دكتورة ستار هتعمل ايه؟ كانه بالظبط هي مستقبلها هيضيع. ده ستريس احنا بنعمله على اولادنا. السيدنتري لايف بتاعتنا احنا ما بنتحركش خالص واولادنا بقوا نفس الشيء والاوبستي. The future of asthma, how will you think about it? Microbial stimuli and the composition of airway microbiota هتعمل shaping بعد كده للانفلاماتوري ريسبونس في الازمة. ان انا اعمل موديوليشن للميكروبيوتا بعد كده ده مفروض ان هو هيبقى ده الايرا الجديدة في العلاج اكتر من احنا بنعتمد على الادوية بس. And thank you. هي دكتورة. شكرا دكتورة هالة على المحاضرة الجميلة صراحة الممتعة دي صراحة حاجة. طبعا دكتورة هالة يعني غنية عن التعريف واحنا كرمنا السبيكرز كلهم بس يعني لما خلصت المحاضرة ما كناش موجودين. لا لا ازاي طبعا انت عارفة معزتك وغيرتك ربنا يخليك. طيب ماشي.
ماشي يا باشا. ماشي شكرا. شركة مونو ميديا ترجو لكم دوام المناسبات السعيدة.